هو كان بيتلكك عشان يطلقني. طب تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. قلبي كان بيقول لي إنه عارف إني هنا وإنه جايبها معايا عشان يذلني قدامها وقدام بناتي، يضربني ويكسرني ويطلقني. لا لا يا وفاء، كمال اخويا ومتربي معايا وانا عارفه كويس، اكيد ما كانش قاصد. انت عايزه بقى الحق، انت زودتيها حبتين. ماما هو احنا كده مش هنشوف بابا تاني؟ لا يا حبيبتي، مين اللي قال كده؟ ده ابوك وحبيبكم، ده انتوا مالكوش غيره وهو مالوش غيركم. يعني بابا كان سايبنا وسايب ماما عشان يتجوز واحده تانيه؟ ايوه يا حبيبتي، ايوه ابوكي كان سايبني عشان الست التانية. ابوكي بيكرهنا ومش طايق عيشته معانا. بس بقى يا وفاء، هو ينفع كده تقولي الكلام ده قدام البنات؟ خليها في قلبك واسكتي حبه. لا يا حبايبي، بابا بيحبكم ما يستغناش عنكم ابدا. بقول لكم ايه، انا عامله رز بلبن وزمانه سقع في الثلاجه، بس يا بنت ما تعيطيش، خليكي حلوه. امال انت واختك قوموا يلا. مش عايزين. يعني ايه مش عايزين؟ قوموا كلوا يلا بقى. يلا يا حبايبي، يلا يا نور عيني، هاتي بوسه. يلا يا ماما. يلا واغسلوا الاطباق بعد ما تاكلوا. هو ده اسمه كلام يا وليه يا عبيطه؟ تتكلمي كده قدام البنات؟ طب اعملي خاطر انهم عيال لسه صغيرين وهم مش فاهمين حاجه. هي دي الحقيقة، هو بيكرهني وأنا بكرهه. بعد اللي حصل النهاردة أنا ما بقتش طايقة أشم ريحته. ليكي حق. صلي على النبي وفاء عليه الصلاة والسلام. لو في حد ممكن يحس باللي أنت فيه ده، مش هتلاقي حد يحس زيي أنا. أنا جوزي زبلني 15 سنة ولا كان بيعبرني. تعرفي إنه كان حتى في الأعياد كان بينسى يقول لي كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة دي كانت ممكن تتقال لي تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، وممكن ما تتقالش خالص. عملت أنا إيه بقى؟ اتجننت واتشعوضت زي كده، سكت، شغلت نفسي مع اخواتي. على فكره الراجل بيحب الست العاقله الهاديه مش بتاعه المشاكل. وانت ما تزعليش مني، مفيش اجن منك. هدي نفسك كده وهو هيجي لك لحد عندك. ده النظره في وش بناتك بالدنيا وما فيها. هقوم اعمل لك حبة ليمون. صلي على النبي كده. ألو؟ أيمن. مين معايا؟ أنا منى. منى مين؟ مدام منى اللي كنت بكلمك على الشات. ياه، منى زهرت الصبارة؟ أنت لسه عايشة؟ سجلت نمرتك عندي من ساعة ما اديتها لي،
مش انت كنت عايزني اكلمك يا ستي؟ ده انا قلت نسيتين. انت فاضي دلوقتي نتقابل؟ اوبا جد دي ولا اشتغال؟ على فكره بقى انا بتكلم جد، ممكن اجي لك في اي حته انت عايزها. اي حته ازاي يعني؟ طب انا قاعد في البيت لوحدي دلوقتي، تيجي لي البيت مثلا؟ هجيلك. وفاء. نعم. الليمون. شكرا. لابسه كده وراحة على فين؟ راح اشم هوا. مش ناقصين مصايب. ليه؟ هو انت شايفاني دخلت المطبخ شديت سكينه عشان اقتله؟ اهدي يا منير، كمال اساسا مش قايل لي هو فين. هو فين البنات؟ جوه قاعدين مع ماما. طب خلي بالك عليهم عقبال ما ارجع. خدي. حرام عليك يا ايهاب، بابا شكله تعبان قوي، ما ينفعش يسافر بكره. الحقنه دي هتخليه زي الحصان على ميعاد المحكمه. ما تستموتش يا حسن، لو اجلوا لك المحكمه المره دي هيعملوها في يوم تاني. خلينا نخلص بقى بره. امشي بقى بره. افرد ايدك يا حاج. انا مش عايز اخد حقها. السخنه اللي عندك ديت الحقنه دي. طلعت روحنا. بالشفا ان شاء الله. نام يا حسن، نام. اللي عندك ده من الفكر، نام لك شوية. سيبيه يما، تعالي معايا، وأنت يا مروة خليكي جنب. يلا يما. بابا، لو مش عاوز تروح المحكمة بكرة ما تروحش. محدش هيغصبك على حاجة. الو. ايوه يا جنى. ايوه يا حبيبتي. لا انا في مشوار كده بجيب شويه حاجات يعني. لا مش عارفه اتاخر ولا لا. مش عارفه. طيب يا حبيبتي. طيب لا مع السلامه انت. تسلم ايدك يما. تسلم يا ابني. اتفضل. مالك يما في ايه؟ هو اللي فيه ابوك ده دلع وخوف من بكره، مش كده؟ للدرجه دي يما بتحب ابويا وخايفه عليه وقلقانه؟ أنا خايفة يحصل له حاجة بس ضميرنا يوجعنا ونحس بالذنب طول عمرنا ونقعد نلعن اليوم اللي طلعت لنا فيه الأرض. ما تقلقيش يما، الحقنة اللي خدها تخليه زي الفل. وبعدين بقى شوية الحنية دول ما بيطلعوش قدامه ليه؟ دايما كده مصدره الوش التاني. الست ما بتطلعش الوش الحلو إلا لو الراجل حاططها فوق دماغه. انت عارف ابوك الود وده يطفش مني. ادعي انت بس يما ان يفضل واقف في صفنا. خايف بكره ما اشوفهم يقولوا له كلمتين في المحكمه يغير كل كلامه قدام القاضي. يغير ايه؟ امال انا جيت المحكمه دي ليه؟ ربنا يستر على بكره.
جلسة بكرة دي فيها كل حاجة، هي اللي هتخلص الكل، يا إما هما يا إما إحنا. يا رب يا رب استر. حضر العشاء. اتفضلي يا ماما. والله وشك بينور لما بتقعدي مع بنات اخويا كمال يا ماما. يا رب يا بنتي، يا رب يجعل ايامهم اسعد من ايامنا. يا رب. وفاء، الحمد لله على السلامه. ماما جت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحشينا قوي يا ماما. كنت فين؟ قلقنا عليكي. ليه اتأخرتي يا ماما؟ طب يلا بقى تعالوا معايا نكمل عمايل الفشار ونعمل العشاء كمان. انت هتعملي ايه؟ السلطه. وانتي؟ انا جاهزه الاطباق. يلا يا حبايبي شكلي تمام. مساء الخير يا حمادي. مساء الخير يا بنتي. انا مش عايزاكي تزعلي، انا اديت لابني كمال كفو على اللي عمله معاك الصبح. كتر خيرك يا حماتي. متشكرة. انا ما بقولكيش اي كلام عشان اكبر بخاطرك. انا عارفة ان هو غلطان وهو اللي ابتدى، ولما كلمته لقيته هو كمان حاسس بكده. والنبي الله يخليكي ما تفتحش الموضوع ده، انا مصدقت لملمت نفسي. عايزاه يردك هيردك، بس عشان خاطر بناتكم خفوا على بعض شوي. انتي هتقعدي معايا هنا انتي وهم، وقلت له ما يجيش الا لما يتصل بيا الاول بالتليفون. واللي بيحصل بينكم يا بنتي ده نصيب. البيوت ياما بيحصل فيها وبرضه الحياه بتستمر. اشمعنى انا اللي نصيبي يبقى عامل كده؟ ليه ما كنش زي حنان ولا داليا ولا تقى؟ اشمعنى؟ لو عايزه الطلقه تقع وتروحي تدوري لنفسك على نصيب تاني تلاقي سعادتك معاه، ما حدش يقدر ساعتها يلومك. وانا هخلي كمال يديكي كل حقوقك وفوقها شويه كمان. لا يا طنط، انا راضيه بنصيبي مع كمال وهكمل للاخر. وماله يا بنتي؟ ده برضه لمصلحة البنات. يا عمنا ايه الاخبار؟ اهلا. فاضل قضيتين في الرول. هانت الاخت الكبيره يا جماعه. ازيك يا منير؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حنان بعتها مسج بتقول انها هتتاخر شويه. والله؟ اه. طيب ربنا يستر طريقها يا رب. طيب عمكم واقف هناك، انا هروح اسلم عليه. مين هيجي معايا؟ سلم على مين يا حبيبي؟ على عمك. لا والله؟ لا اصل احنا لسه ما طلعلناش الجناحات يا عم الملاك. ايه ناقصك يا عم يوسف؟ عمكم ايه وزفت ايه؟ بالراحه. وانت هتيجي معايا ولا هتعملي زيهم؟ زفت؟ عيب. قطع لسانك، اهلك لا تهلك. طبعا جايه معاك. تعالى بس ما تروحوش. تعالى ما نروحش. يعني ايه بيت ايه اهلك لا تهلك؟ بتاعت التمثيليه. اه يا عمي اهلا.
ازيك يا حبيبي؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عم؟ ازيك يا منيره؟ على فكره انت بركتنا، وانا قلبي متقطع ان احنا ما بنتقابلش غير هنا في المحاكم. معلش يا حبيبتي، قلبك طيب زي امك. ازيك يا مرات عمي؟ انا ما شفتش بجاحه كده، لسه كسر قلب البت وبتقول يا عمي. وانتي اخت النصابين الكبيره. نصابين؟ نصابين مين يا وليه؟ مهبوش قوي يا دريه. اتلم يا بدل ما طلعت انا في المحكمه. خلاص خلاص اهدي يا عم، اهدي يا عم. احنا في اخر ايام الزمن. بس انا استعدت ان انت تبقى واقف ما نجيش نسلم عليك. والله العظيم بعت لك السلام. فيها الخير يا ابني، فيها الخير. سلم عليها حنش. هي اللي بتكسر المره البكسه. مين اللي بكسر بس يا وليه؟ بس يا وليه طول عمرك بتبري منك، ما انا قص منه حته. انا عايز اسالك سؤال يا عم، الوليه دي على زميلتك لحد النهارده ليه؟ ها امشي يا طويله يا هب. انا طويله وهب. هب اسمح لي. منيره اهدي يا منيره. اهدي يا حاجه منيره. اهدي يا حاجه. خلاص يا حاجه منيره. خلاص يا منيره. قول لماما تهدى. خلاص يا منيره. يلا يا منيره. اصل كان شروط كمان يا عم. حط صوتك عشان الناس. منيره منيره صوتك يا منيره. بس بس ولا هي منك ولا عادي يا عم. انت غلطت عشان تخلي ست زي دي على ذمتك يا عم. ليه ملزقت في بقك يا عم؟ اسكت انت. اسكت يا فرح. اسكت عشان خاطري. خلاص في الشبكه. خلاص يابا عشان خاطري. بس بقى منيره خلاص خلصنا بقى. ماما هي جت تتجوز يا منيره بقى. يا منيره خلاص يا منيره. المؤدب الكلمه يا منيره. ده صوتك عالي في خدود اصلا. خلاص خلاص خلاص. فرحتوني يا جماعه. فرحتوني ولا انا هعمل لها حاجه؟ بس بقى خلاص يا منيره بقى. خلاص انا طويله وهبله بس متربيه. بس خلاص يا منيره. طويله يا منيره. هاتيه 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 هاتيه. بس بس منيرة. بس منيرة. بس منيرة. منيرة أحسن. أحسن. يلا بينا. بس بس أنا كويس. بس لا يا منيرة. أمي لا. بس يا منيرة. بس يا ساتر. اللم تعالي هنا. مسكني مش عارفة أجيلك. تعالي أنت يا منيرة. أنت عافية يا منيرة. تعالي البط. تعالي خلاص يا حبيبي. اهدي. البط فين المحفظة؟ بس 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 صباح الخير. صباح النور. ازيك يا وفاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا وفاء؟ ازيك؟ انا هنا يا روح. والله مش فاكر. كله تمام يا مخلوف. ازيك يا روح؟ اقعد اقعد. خش. خمس فدادين بعشر تلاف جنيه يا أستاذ؟ ده كان من حوالي 30 سنة يا ريس، والبيع والشراء كان تم بالتراضي بين الطرفين حتى لو كان ببلاش. وبعدين إيه الورقة دي؟ دي ورقة تقدموها المحكمة؟ شكلها عامل كده ليه؟ الأهم المحتوى الموجود فيها سيادة الريس. مهما كان المحتوى يا حسام بيه، غير كمان سعادتك إن الورقة متهالكة وقديمة وشكلها مش ولا بد مش متسجلة في الشهر العقاري، بينما نحن الأوراق لدينا تثبت ملكيه ابراهيم المندوح في حافظه مستندات طرف المحكمه. متهيألي كده يا فندم المساله واضحه تماما. وقفت يا ريس، حصل ظرف منعهم من التسجيل ساعتها. ما تتكلمش غير لما تستاذن. وبعدين المحامي بتاعك بيكلمني. اتفضل اقعد. يا سياده الريس، الورقه اللي موجوده قدام سعادتك عليها توقيع وبصمه ابراهيم المندوح. ومسجلة بتاريخ لاحق لتسجيل حجة الأرض في الجمعية الزراعية. وبالنسبة للتسجيل في الشهر العقاري، فتسجيل أرض تخص إخوات شيء من ذات أهمية بالنسبة لهم، وده مش معناه ضياع الحقوق يا سيادة الرئيس. وهل يصح إن أنا أبيع نفسي العين مرتين عشان خاطر أول مرة أنا ما سجلتهاش؟ إمدة إيه اللي بيتكلم عليها الراجل الخرفان ده؟ أنا أبويا أصلا كان راجل أمي، لا كان بيعرف لا يقرا ولا يكتب، يبقى امضه ايه اللي بيقول عليها دي؟ صحيح امضه ايه؟ اكيد مصوره طبعا. لا اسمع عليا بقى. مؤاخذه سياده القاضي. انت مين؟ انا جوز الحاجه منيره، انا الحاجه خالد مخلوف. انا بس عندي معلومه عايز انور بيها المحكمه، يعني لا مؤاخذه يعني، فقولها لمعاليك ولا قولها للمحامي بتاعنا اللي بيقفش مننا، اصل احنا لا مؤاخذه بقى بنفهم قوي في اصول المحاكم. بعد اذن سعادتك بس ممكن تفضل. بقول لك ما بيعرفش يمضي. طب يا ريس، احنا بنطعن بالتزوير
على الورقة دي. تزوير؟ أيوة سعادتك، وارد جدا سعادتك إن البصمة دي تكون بصمة إبراهيم المندوه، يعني تم أخذها بالتحايل عليه بسبب أو آخر. لكن اللي يفضح سوء النوايا ويبين إن في تدليس وخيانة الإدعاء بأن الطرف الثاني مضى. كيف لهيئة المحكمة الموقرة تقر إن إبراهيم المندوه مضى على الورقة، مع إن إبراهيم المندوه ده بقى رجل أمي لا بيعرف يقرأ ولا يكتب؟ الكلام ده يابا فين صاحب الورقة دي؟ فين حسن المندوب؟ أنا فندم. إيه الحكاية يا حاج؟ أخوك فعلاً ماضي على الورقة دي؟ فكر قبل ما تجاوب، لو في تزوير في حبس، وأنت راجل كبير مش حمل ده. لا حضرتك لا تزوير ولا حاجة، هو إبراهيم أخويا ما مضاش على الورقة صحيح، لأن إبراهيم أخويا ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. ده اعتراف بالتزوير. لا سعادتك مش تزوير، هو ابراهيم اخويا هو اللي بصم على الورقه، لكن اللي مضى عليها الحاجه صفيه مراته. والحاجه صفيه لسه عايشه؟ لسه عايشه، ربنا يديها طول العمر. تمام اكتب. تؤجل القضيه لحين استدعاء الشاهده الحاجه صفيه لسؤالها. رفعت الجلسة. ما قلتليش ليه على موضوع إمضة الحاجة ده؟ احنا ما شفناش الورقة دي وما نعرفش عنها أي حاجة. يعني انتوا ما تعرفوش إذا كانت أمكم مضت على الورقة دي ولا لأ؟ لا طبعا ما نعرفش، ما نعرفش أي تفاصيل. كل اللي احنا عارفينه إن في ورقة مبايعة، مين بقى اللي كاتبها، مين اللي مضى، مين اللي بصم، لا طبعا ما نعرفش الحاجات دي خالص. طب واحنا موقفنا إيه دلوقتي يا متر؟ معلش موقفنا زي الفل. القضية دي هتخلص الجلسة الجاية، أول ما الحاجة تيجي وتقول أنا ما مضيتش كل حاجة تبقى زي الفل. البيعة تتم وتقبضوا فلوسكم، ولو عايزين يحبس لكم عمكم إيه؟ أحبسه. لا طبعا. خالد يا باشا أمرت. يبقى كلمني. تأمرني. منور. يلا يا عم. سلام. سلام. يا جماعة مالكم مساهمين كده ليه؟ ما خلاص ربنا كرم الموضوع شكله كده خلص. في على فكرة ليه ما فكرتوش إن ماما ممكن تكون فعلا مضت الورقة دي؟ ايه ده يا حاج؟ في ايه؟ يلا بينا يا حاج. يلا حاجه. ايه وبتاع ايه؟ حط اكل الناس تاكل، حط فلوس الناس تقتل بعضها. بيقول لك عايز يحبس عمنا، هيحبس عمنا. حاجه مونيه ما تاخديش كل حاجه على صدرك كده، يعني هيحبس حد غريب؟ ما يلا بينا بقى. يلا يلا يا اختي. يلا كده يبقى الارض ضاعت. ما دام الموضوع واقف على كلمه من صفيه يبقى هلاقي العوض ومنه العوض. انا مش فاهمه هي مضت على المبايعه بصفتها ايه؟ شهده يعني؟ هو ده بس اللي انت بتدققي فيه؟ ما الحكايه كلها بقت عك في عك، ربنا خرجنا منها على خير. خير؟ هيجي منين الخير؟ هتطعن فيك بالتزوير ست صفيه وهتجرجرك على السجن. حسبي الله ونعم الوكيل. صفيه اللي هتجرجرني على السجن ولا انت اللي هتجرجريني على تربتي؟ ما كله منك. قعدت تنكشي وتنفخي فيها نار لحد ما وصلتنا اللي احنا فيه. كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك. يا جماعه اهدوا، احنا المفروض نتبسط النهارده. مفيش حاجه من اللي انت بتقولي يا اما دي هتحصل. مرات عمي هتروح المحكمه وتشهد ان دي امضتها. بأمارة ايه؟ تعرفها قدي؟ عشرتها؟ بأمارة ياما لو عايزة تصحن عن الموضوع كانت أنكرت ورقة المبايع دي أصلا، ما اعترفتش بيها وجات لكم لحد عندكم عشان تتفاوض معاكم. أنا يمكن ياما ما عشرتهاش، لكن الست دي حقانية وبتاعت ربنا. قول لها يا ابني، قول لها. طب وعزة جلالة الله، أنا ما صعبان عليا غير صفية في الموضوع ده كله، من ساعة ما أجبرت إن أنا أجيب سيرتها في المحكمة. وعمال بدعي لها ربنا يكون في عونها ويقدرها على وقفتها قصاد عيالها. قوم يا هاب روح، خد مراتك وروح. انت مش كنت عايز تروح بعد المحكمة؟ يلا حبيبي انا هخش اجيب لك عيالك من على الطبلية وتروحوا. يلا عمل الاسود. خير يابا ان شاء الله خير. يلا فضل.
انا مضيت على الورقه دي. ايه مضيتي عليها؟ وانت ايه اللي خليكي تمضي يا ماما؟ هو انت كنت شريكه في الارض واحنا ما نعرفش؟ لا انا ما كنتش شريكه، لكن باباكو قال لي امضي يا صفيه امضي علشان حسن يطمن ان انا جد في كلامي، فمضيت. الله يرحمه احسن اليه، كان راجل حقاني. الله يرحمك يا بابا. اه والله يا خالد بابا كان حقاني قوي. عارف لما كان يجيب لنا اكله سمك كان يعمل حساب منابل قطط، فاكر يا كمال؟ ها؟ لا مش فاكر. سمك ايه وقطط ايه اللي انت بتقوليه ده يا منيره؟ ده وقته. ماما يا حبيبتي الموضوع بقى في ايدك انت خلاص. القضيه هتتحسم بكلمه منك في المحكمه، وانت عارفه ان الارض دي حقنا، وانت روحتي لعمي وقلتي له كده بكلمه منك تريحينا كلنا. وبعدين يا ماما بابا عمل كده علشان يضمن حق عمي، يا ستي ياخد حقه وبفوائد السنين كمان، لكن اكتر من كده حرام. ايوه يعني هو انا مطلوب مني اعمل ايه؟ يعني ايه مطلوب منك تعملي ايه يا طنط؟ تروحي المحكمه وتشهدي ان الامضه دي مش بتاعتك، فالمبايعه اللي معاهم دي ما يبقاش ليها قيمه خالص، والمحامي اكد ان تاني يوم هتشهدي فيه هتتم البيع وهناخد الفلوس. هو ده بس اللي مطلوب منك يا ست الكل، ونخلص بقى من الكابوس اللي هبط فوق دماغنا ده. الناس دي متعبه. عارفه حاجه اللي اسمه ايهاب ده؟ رحنا له قال له تاخد قرشين وتمشي المصلحه، قال لك بيني وبين كل محاكم طربقت فوق دماغه وفوق دماغ اللي خلفوه، خلي بقى المحاكم تنفعه. صدق اللي قال يا جدعان، الطمع وحش. طب معلش يا جماعه انا عندي اقتراح ممكن يخلينا ما نروحش المحكمه تاني اصلا. احنا ممكن نروح نتكلم مع ايهاب تاني، وخصوصا بعد ما عرف ان موقفه ضعيف في القضيه، ده ممكن يخليه يوافق انه يتفاوض. ومنين يعني انت بتقولي ان هو موقفه ضعيف في القضيه؟ ومنين انت عايزنا نروح نتفاوض معاه عشان ياخد فلوس؟ ياخد ايه خده ربنا؟ ده ما ياخدش مليم بعد اللي عمله ده. بقول لك ايه، انت بتتكلم ليه اصلا؟ مش كفايه الخناقه الزفت اللي انت عملتها معاه؟ لولا الخناقه دي كان ممكن يبقى فيها كلام، لكن انت قفلتها على الاخر. وانت بقى كنت مبسوط وهو عمال يبيع ويشتري فينا، ولا كنت عايز نلبس طرحه واقعد مكسوف زي النسوان؟ النبي عنده حق، ولا حد ياخد مننا قرش ابيض. هي الحاجه بس تروح المحكمه تشهد وكل حاجه تتحل ان شاء الله. احنا هنمشي نوزع فلوسنا على الخلق. هو انت كويسه؟ الحمد لله على كل شيء يا ابني. امال مالك يا ماما ساكته ليه؟ الاذان يا حبيبتي، اذان العصر. قوموني يا اولاد. اتفضلي ماما اتفضلي. انا مش عارفه اروح الحمام اتوضى، هاتي لي الميه في اوضتي يا حبيبتي. يلا وصلني. من عيني يا ماما. وصلني. هجيب لك ميه فتره. وصلني يا يوسف. صلاه ايه بس يا حاج؟ ده الاذان لسه شغال. معلش الصلاه لي ميقاتيها يا ابني. حبكت يعني دلوقتي الصلاه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله سيدنا. وانتوا ظروفكوا ايه يا اخوانا؟ هتقوموا تتوضوا؟ الله على وضوكم. نعم. ها؟ ايه؟ استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمًا يا ماما. جمعنا يا حبيبتي. ساعديني يا منيرة. أنا عايزة أمدد. طب وإخواتي اللي قاعدين مستنيينك بره دول يا ماما نقول لهم إيه؟ أقول لهم خلصت الصلاة ونامت. خلي كل واحد فيهم بقى يروح يشوف حاله. طب والنعمة الشريفة، أنا كان قلبي حاسس إن أنتِ مش هتبقي موافقة على ولا كلمة من اللي قالوها دول. أصل كمان يا ماما انت ماضيتي، معنى انك تقولي انك ما ماضيتيش تبقى شهاده زور. كفايه يا منيره، انا مش ناقصه كلام كتير. ماما طيب انت عندك فكره ان انا اخواتي عندهم استعداد يبيتوا هنا لحد ما تصحي وما يمشوش؟ لا انت قولي لهم ماما نامت وهتبقى تتصل بيكوا بقى في وقت تاني. يلا يلا يلا، عايزه انام. يا ركبتي. آه 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 آه